حضور واسع للعازف اليمني المقيم في أمريكا أحمد الشيبة، الذي اشتهر بإعادة توزيع الموسيقى والأغاني العالمية على آلة العود وآخرها موسيقى أغنية أديل هلو. الشيبة أعاد كذلك توزيع موسيقى لبعض الأفلام مثل قراصنة الكاريبي وغيرها. ينضم إلينا عبر سكايب من نيويورك عازف العود أحمد الشيبة. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير، كيف الحال؟ الحمد لله. أحمد، ما شاء الله، هذه الاحترافية في العزف، كيف بدأ تعلم العزف على العود؟ التعلم على عزف العود كان من أصعب الأشياء اللي مريت فيها، لأنه كان تعليم ذاتي. للأسف عدم تواجد المصادر الكافية للتعلم في اليمن أو المدارس بشكل عام كانت من الصعوبات اللي واجهتها أنه أتعلم، فكان تعليم ذاتي معتمد على السمع. كانت بدايات العزف شخص عازف أجأ للبيت، زارنا في يوم من الأيام، كان عندي عود مهدأ من فترة لم أفهم فيها أي شيء، فوزن العود وعلمنا مبدئيات بسيطة في استخدام الأصابع، ومن هناك استمر التعليم الذاتي إلى اليوم. جميل. طيب أنت من متى أحمد موجود في أمريكا، ومتى كنت في اليمن؟ أبغى أعرف بس الأوقات اللي كنت فيها في اليمن. اليمن، تولدت في اليمن وقعدت فيها إلين 2011. غادرت اليمن 2011 إلى مصر، سنة هناك قضيت في مصر، ومن هناك 2012 انتقلت إلى الولايات المتحدة. بدأت التعليم من اليمن ولا من مصر ولا في الولايات المتحدة؟ من اليمن. من اليمن. جميل. طيب إيش؟ إيش اللي خلاك تبدأ تعمل دمج أو ميكس بين الأغاني، إعادة توزيع بين الأغاني أو الموسيقى العالمية والأجنبية والعود هالة شرقية؟ علاقتي بالعود كانت علاقة تناقض من البداية. أنا كنت أكره آلة العود من الصغر، ما كنت أطيق آلة العود بالخالص، لكل ما أشوفها في التلفزيون يعني أغير القناة ولا أطفي التلفزيون. ولكن بعد تعلم آلة العود والفضول الذي انقلب من كره إلى حب وعشق لهذه الآلة، تابعت وجودها في الساحة الفنية، كان مظلوم جدا وخصوصا في الساحة العالمية، فما لقيتش الفنانين اللي حاولوا يثبتوا وجود هذه الآلة في الساحة العالمية الموسيقية بالأوركسترا، بالأغاني الأجنبية، فلم يتم توظيفها إلا في الشرقي فقط. فهناك بدأت تموت، بدأ الشباب والجيل الجديد يميلوا إلى آلة الجيتار، يميلوا إلى آلات غربية، ونسيوا، بدأوا يملوا من التراث اللي هو العود لعدم تجديد. جميل. فهنا حاولت دمجه وتجديده في موسيقى عالمية لإثبات إمكانية هذه الآلة ولإثبات أن لديها إمكانية أقوى من كده. أحمد، يعني يمكن أقرب الأصدقاء دائما يكونوا ألد الأعداء في البداية، يا ريت تجيب لنا صاحبك وتبدأ تعزف لنا نسمع شيء منك. اللي بقدمه الآن هي من أغنية للفنانة العظيمة فيروز، وهي من الأغاني التي كانت من سبب أن أنا حبيت العود، فلها معنى خاص. يلا. طيب شكل الصوت مش واضح.
اوكي كمل كمل. طيب جميل يا احمد جميل يا احمد جميل يا احمد الله يعطيك العافية. يمكن يمكن الصوت خذلنا شوية وما كان كثير واضح، كان في تقطيعات كثير في الصوت، لكن وصل الإحساس أهم شيء. استمتعنا ببعض الأجزاء. جميل يعني السكايب عمله. قبل شوية كنت بتقول إنه ما كان عشق عندك العود، بعد كذا لما شفت إنه غير موجود في الساحة الفنية بشكل عالمي أصبحت تعزف عود وجيتار وبتنزل كل شهر فيديو ل يعني إعادة توزيع الأغاني العالمية، احترفت الآن خلاص تعتبر نفسك محترف في هذا المجال؟ صعب، أي فنان صعب إنه يحدد مستوى نفسه، تحديد المستوى إحنا بنتركه للكبار اللي يحددوا مستوانا، فأنا أعتبر نفسي هاوي من انه اساتذه كبيره موجودين، صعب لما اشوف مستواهم صعب اقارن نفسي بمستوى المحترفين، ولكن ما زال عندي الشغف انه تطوير المستوى الى مستويات اعلى ما زال مستمر، والحمد لله الشغف ما زال موجود، وهذا اهم شيء. اذا وصلت لقناعه ان انا محترف صعب اتعلم بعد كذا او انه بيموت عندي الشغف، لكن اذا ما قدرت مقتنع انه لسه مبتدئ فبيكون عندي شغف أن استمر وتعلم أكثر. جميل. في أحد الفيديوهات يعني رأيت أحمد أنك جبت اليمن من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها، وكل منطقة يعني ذكرتنا بأحد المطربين الجميلين أو الفنانين الجميلين من اليمن. أكثر الفنانين اللي أثروا في أحمد مين؟ أو العازفين؟ الفنانين لهم تأثير كبير جدا، وهنا طبعا التعليم الذاتي يعتمد على السمع، والسمع أكيد بسمع فنانين كثير، فتأثرت بالمدرسة اليمنية التي بدأت منها وهي من الفنانين علي بن الآنسي والأستاذ الكبير أبو بكر سالم والأستاذ فيصل علوي، هذا من المدرسة اليمنية، ومن ثم انتقلت إلى المدرسة المصرية، فريد الأطرش، رياض الصنباطي، والقصبجي والفنانين الكبار. الفنان أحمد فتحي يعني ملك العود طبعا، وهو من الحوافز التي يعني اعطتني حافز ان اتعلم. الاستاذ احمد فتحي كبير تحيه له جدا، ومن ثم انتقلت الى المدرسه العراقيه من الاستاذ نصير شما وجميل بشير ومنير بشير، فكانت هناك تاثير من جميع المدارس التي كونت بداخلي لون خاص. جميل. والان طيب ان شاء الله المره الجايه تكون معنا في الاستوديو تعزف لنا كنافه اهم شيء. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا لك العازف الجميل اليمني احمد الشيبه.